من حق كل إنسان أن يتساءل لماذا المسيح؟ وهل أنا شخصيا أحتاج للمسيح؟ وترى ما أهمية احتياجي للمسيح؟ هل حقا له طبيعة أخرى بالإضافة لطبيعته البشرية؟ وما هي هذه الطبيعة؟ هل هو نبي كسائر الأنبياء؟ هل هو رسول من عند الله؟ وما هي فحوى رسالته؟ هل هو كاهن يتشفع للناس ويحامي عنهم أمام الله؟ هل هو ملك لليهود كما سأله بيلاطس الوالي الروماني؟ وأين هي مملكته؟ هل هو قائد ديني جاء ليؤسس ديانة جديدة؟ هل هو زعيم سياسي ثائر على العادات والتقاليد؟ هل هو معلم للقيم والمبادئ السامية؟ هل هو صانع للمعجزات وعمل القوات وسط الناس؟ هل نزل من السماء وصعد إليها كما قال عن نفسه؟ وهل نزوله كان من أجل كل الناس أم لفئة معينة من البشر؟ حتى إن السيد المسيح سأل مرة تلاميذه هذا السؤال: من يقول الناس إني أنا؟ وبعدما سمع منهم عدة إجابات سأله مباشرة: وأنتم من تقولون إني أنا؟ وسيبقى هذا السؤال مطروحا أمام كل إنسان، لأن الإجابة عليه تحدد المصير الأبدي لكل واحد منا، فالأمر جاد جدا. اسمحوا لي بأن أشارك معكم على عدة حلقات لماذا المسيح؟ ولنعتبر هذه المقدمة الطويلة للحلقات اللاحقة هي الحلقة الأولى، ليبارك الرب حياة كل واحد منكم مع جميع أفراد أسركم. لماذا المسيح؟